تصبير الزيتون نشاط يوازي الطابع الفلاحي للولاية. مجال آخر استثمرت فيه السيدة طراح بعد استفادتها من عقار صناعي في إطار دعم الاستثمار مختصة في صناعة زيت الزيتون وزيتون طويلة متكونة من 15 عامل في ديبارمانون في لا كومبان اوني اوبليجي دو رونفورسي نوصلو حتى 30-40 عامل ونديرو الانتاج نتاعنا الوحدة نتاعنا ونديرو لا بريستاسيون مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيدعم ب 91 استثمارا